والآن نتحول إلى آخر أخبار الطقس والأرصاد الجوية. مرة أخرى تنضم إلينا ليلى عمر. إليك ليلى. شكرا لكم، وننتقل لمتابعة أهم وآخر أنباء طقس الغد. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأربعاء طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، والبداية بالقاهرة العظمى فيها 19، الصغرى 11، الإسكندرية 18 12، مطروح 18 11، بورسعيد 19 12، الإسماعيلية 18 12. ننتقل إلى السويس 18 14، العريش 20-13، طابة 22-14، شرم الشيخ 24-14، الغردقة 21-14. أما في الأقصر فالعظمى 21، الصغرى 10، أسوان 21-11، الوادي الجديد 20-7، شلاتين 25-16، وأخيرا حلايب 24-17. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.